بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محاضرتنا اليوم المحاضرة 34 حول السلمونيلا. في هذه المحاضرة حنتكلم إن شاء الله على السلمونيلا مورفولوجي أو إنترودكشن عند المورفولوجي، حنتكلم على الكلتشر، حنتكلم على الأنتيجينيك فاريشن، ثم حنتكلم على الكلاسيفيكيشن. أول أمر اللي هو الإنترودكشن عند المورفولوجي. الإنترودكشن ان السلمونيلا دي وايد سبريد في النيتشرز، موجوده بشكل كبير في النيتشرز، موجوده كمان في الانتستاينال تراكت للمامالز سواء كانت الهيومن ولا الانيمالز، موجوده بشكل كبير، كمان موجوده في البيردز وخاصه في الدواجن موجوده بشكل كبير. طيب النقطه الاخرى في المورفولوجي اكيد هي انتيروباكتريسي، فبالتالي هي جرام نيجاتيف باسيلاي موتايل ونون كابسوليتد ونون سبور فورمينج بالتاكيد. الكالشر حق هذه لها يونيك كالشر، لانه اساسا احنا بناخذ العينه من ستول المكونكي، ممكن نعملها لكن حنعمل كمان توكسيكوليت سيتريت اجار اور سالمونيلا شيجيلا اجار اور الزايلوز لايسين دي توكسيكوليت اجار، دي من ضمن الاشياء اللي بنسميهم سيلكتيف اند ديفرنشال ميديا وحنتعرف عليهم. اكيد المكونكي اجار حتعمل نون لاكتوز فيرمنتر بالتاكيد، واحده من الصفات الاساسيه لها انها نون لاكتوز فيرمنتر. السلمونيلا عند الشيجيلا اجار مهم جدا لانها سيلكتيف ميديا وديفرنشال. كيف سيلكتيف ميديا؟ بيروحوا يطرحوا فيها مثلا عمليه الصوديوم سيتريت، يطرحوا فيها البايل، يطرحوا فيها البريليانت جرين. ليش؟ عشان تعمل انهيبيشن للجرام بوزيتيف وتعمل انهيبيشن للكوليفورم بكتيريا وتتيح الفرصه لقضيه السلمونيلا او الشيجيلا انها تنمو، لذلك سموها سلمونيلا شيجيلا اجار. ديفرنشال ليش؟ لانها بتتيح الفرصه ان احنا نعمل ديتكشن للاتش 2 اس برودكشن، فبالتالي هو حيعمل ديفرنشال بتوين مثلا السلمونيلا عند الشيجيلا. نفس الوضع بالنسبه للزايلوز لايسين دوكسيكوليت اجار، هو نفسه سيلكشن اند ديفرنشال ميديا. طيب تعالوا نشوف الانتيجينيك ستراكشر. نقطه هنا مهمه جدا، اكيد في او انتيجين وبالتالي نقول عليه سوماتيك انتيجين، وده عباره عن لايبوبوليساكرايد، وهنا في حاجه بنسميها ديفرنت سيرو جروب، مهم جدا نقول ليس سيرو تايب ولكنها بتقسمها الى جروب، ومن هنا سميناها سيرو جروب. ولذلك لانها سوماتيك او انتيجين، اللي هو انتيجين لكل البكتيريا، من هنا جاءت التسميه للسيرو جروب. فبالتالي لانها بوليساكرايد، وزي ما قلنا الارانجمنت حق الشجر بين بكتيريا الى بكتيريا الى بكتيريا حيكون في اختلاف، وبالتالي حيكون في سيرو جروبز. طيب هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه المهمه جدا للH antigen اللي هي الفلاجيلا، هنا حنعمل للترتيب الامينو اسيد حيكون في different serotype وليس سيرو جروب، هنا للتايب، لان الO antigen للبكتيريا كلها والH والفلاجيلا اللي بنسميه هنا للسيرو تايبس. فتخيلوا البكتيريا دي السلمونيلا بيكون فيها اكثر من 2400 سيرو تايبس مقسمين على قضيه الترتيب الامينو اسيد في الفلاجيلا. فزي ما قلنا في ديفرنت امينو اسيد، فبالتالي حيحصل ديفرنت تايبس. النقطة الثانية اللي بيسموها الـ VI ويسموه كابسول بوليساكرايز، موجود هذا في سم ستريز. النقطة المهمة هنا هو ليس كبسول بالمنطق اللي أخذناه، لكن هو موجود في طبقة على السيل وول اللي هي عبارة عن بوليساكرايز، وبتعمل نفس عمل الفانكشن حقها أنتي فاجوسايتوزيس. لكن ليش ما قلناش انه كبسول؟ لانه تتذكروا زمان لما كنا نسبق الكبسول بالجرام ستين نشوف في كلير اراوند في اراوند الكولوني، هنا ما نشوفش نو كلير انستيند اريا، كنا زمان نشوف في كلير انستيند اريا ونقول دي هي عباره عن الكبسول. لكن بالفي اي كبسولر ما فيش اللي هو عمليه ما نسميه بالكلير انستيند، فبقول نو كلير انستيند اريا وبالتالي نسميها في اي كابسولار انتيجين. زي ما قلنا الوظيفه حقها نفسها وظيفه انتي فاجو سايتوزس. الكلاسيفيكيشن بالنسبه لها، الكلاسيفيكيشن نقسمها احنا اكوردنج الدي ان اي هيبريدايزيشن، نقسمها اكوردنج الانتيجين اكستراكشر اللي قلنا عليهم قبل شويه، ونقسمها كلينيكالي. كيف يقسموها كلينيكالي اللي هو بالنسبه لنا المهم؟ في انتريك فيفر، الانتريك فيفر كوزد باي اما سلمونيلا تايفي وبالتالي نسميها تايفويد فيفر، او سلمونيلا باراتايفي اي وباراتايفي بي وبالتالي نسميها الباراتايفويد فيفر. النقطة الثانية في الكلينيكال اللي هي الفود بويزنج او نسميها الانتيروكولايتس، اللي يسببها سلمونيلا تايفي ميوريوم وسلمونيلا اللي هي الانتريديدس، دول بيعملوا فود بويزنج اور انتيروكولايتس. النقطة الثالثة في الكلاسيفيكيشن اللي بنسميها البكتريميا وذ فوكال ليجنز،
انه موجود في ليجنز موجود في اللنج او في المنينجيز, ودي يوجوالي كوزد باي السالمونيلا كوليرا سويس, يسموها كده, يسموها سالمونيلا كوليرا سويس. كنت معكم فيما مضى من الوقت حول السالمونيلا كبدايه, الانترودكشن والمورفولوجي الكالتشر الانتيجين اكستراكشن ثم الكلاسيفيكيشن. شكرا جزيلا لكم, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.